والصالحين من عبادكم وإمائكم. كثير من الأفراد هذا الشيء موجود عندهم، قديما كان موجود هذا الشيء ولعله حتى الآن موجود. عندهم خدم في البيوت، عنده خادمة في البيت، يظن أن هذه الخادمة أو هذا الخادم ما إلى مشاعر، كأنه الله سبحانه وتعالى خلق الخدم والعبيد والإماء والخادمات بشكل ثاني، كأنه ما عنده شعور، كأنه ما عنده مشاعر، كأنه ما عنده أحاسيس. لا، هذا بشر مثل، له مشاعرنا وله غرائزنا. كثير من الناس خادم في البيت يعتبرونه محرم من المحارم. لا، هذا الخادم خطر في البيت، خادم شاب لا زوجة له، والإنسان عنده بنات في البيت، هذا خطر هذا الخادم. كيف تترك هذا الخادم يذهب مع هذه البنت؟ هذه البنت غير المتزوجة وهذا الخادم غير المتزوج، كيف تأمنه عليها؟ هذا الخادم له غرائز، هذه الخادمة لها شهوة مثل بقية البشر. كثير من الناس كانوا يظنون وإلى الآن يظنون أن العبيد، أن الإماء بشر من نوع ثاني. لا، هذا بشر له احتياجات البشر وله غرائز البشر، وينبغي أن نفكر فيه كما نفكر في أولادنا. الإنسان شلون يفكر في أولاده؟ شلون يفكر في بناته؟ يجب أن يفكر في هؤلاء. لذلك الله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم، يعني من الأحرار، والصالحين من عبادكم وإمائكم.